يا مساء الأنوار، اليوم بصحبة خليفة البلوشي. قليل من الناس يعرفوا أن هذا الريال شقيقي أخوي، يفكرون لما أقول أخوي أو هو إذا قال أخوي يعني مثل أي واحد يقول هذا مثل أخوي. لا، شقيقي من أمي وأبوي. خليفة كيف الحال؟ زيدان إيه؟ زيدان اللي من صلالة. أيوة، أول ما قلت له تعرف محمد البلوشي اللي دائما أيوة. محمد المخيري ايه محرفة، هذا مشهور. كان يقول لي، قلت له ما في شبه، كان طالعني كذا، قلت له اخوي استاذ محمد اخوك، معقول هذا المشهور اخوك؟ قلت له والله اخوي. شوف يعني سبحان الله، حتى زيدان يعرفك يثني عليك، قال هذا مشهور كبير هذا. ايوه، اهم شيء انا صغير وكبير يعرفك. زين خليفة، جزاك الله خير على الكلام الجميل. اهم شيء من بيدفع الفاتوره؟ شوف انا بقول لك، لو أيوة. ما الله ثم انت أيوة. وصلت لاي نجاح في السوشيال. زين لو ما الله ثم انت انا ما حققت اي بريه. ايوه لو ما الله ايوه ما اعرف كذا تعيد الفيديو عشان اسمع الكلام. لا عادي كلامي يليق فيك. زين لو ما الله ثم انت انا ما وصلت لاي مستوى في السوشيال ميديا. انت أوكي. اكبر عني جاهزي، واسال الله لك النجاح والتوفيق. امين يا رب. اشكرك والله بشاشتك، اشكرك على اللي قدمته لي من يوم صغير لين كبرت. جزاك الله خير. الله يعطيك العافيه. مالك العشاء لك اللي يرضيك، حتى سفره مجانيه من لك اطلب اي دوله. والفاتوره هاي بيدفعها؟ غير الفاتوره اطلب عيوني. نعم. سلطان يا اهلا وسهلا. نور نورك. الله متألق دائما. الجميل كيف الخاتم؟ هو ما يحتاج. ابوه على ما خاتم، سحر هذا يتغير حبيبي كل وبالفلاش يتغير بعد بالفلاش. الحين شو تشوف لونه؟ لونه كذا ما اعرف، برتقالي شو هذا. والحين هنا لا تصور بالفلاش. أيوة. كيف تشوفه؟ برتقالي بعد، خل عندك انت.